في ضيافتنا الآن في شارع المتنبي صاحب إحدى المكتبات العريقة القديمة، يعني جد عن أب أو أب عن جد أيا كان، المهم أن التراث والثقافة هو كنز هذه المكتبة. الأستاذ ياسر عدنان، مساء الخير عليك وأهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء النور حبيبي. يعني عايز أعرف في سؤالي الأول، أنا عارفة أنه الوالد استشهد في هذا الشارع واستشهد في المكتبة، يعني وده طبعا وقت التفجيرات في 2007. كيف كانت هذه الواقعة؟ وبالرغم من هذا أنت موجود وما زلت يعني تقدم الثقافة والفكر، وما زلت موجود في شارع المتنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قبل يومين مرت الذكرى 15 لتفجير شارع المتنبي. لحد الآن أتذكر الساعة 11 من يوم 5/3/2007 هو ذكرى يعني ساعة الانفجار. كان والدي موجود بالمكتبة، يعني أنا قبل ساعة يعني مرورا بالمتنبي رحت للكلية، يعني أثناء ذهابي للكلية صار الانفجار. والدي كان هو أحد العاملين معنا بالمكتبة الله يرحمه أحمد، وأحمد يعني كان خاطب جديد الله يرحمه. فالانفجار صار بباب المكتبة بالضبط، وراحت هاي المكتبات كلها. يعني كان واحد من يعني اعتبر ثاني اقوى انفجار بالعراق بعد تفجير اعتقد الحله الاول. لذلك كانت يعني الوضع ماساوي بشكل، ما قدرنا ندخل للشارع الا ثاني يوم، لانه تعرفين هاي كلها مكتبات وورق ومطابع، فشده الانفجار ما خلت الناس، يعني حتى فرق الانقاذ وقريب علينا الشرطه كانوا يروحون يجيبون، يعني شيء يعني مروع كان. فما قدرنا ناخذ الجثه مال والدي الا بعد يوم من الانفجار. ومو بس والدي، اكثر من يعني 60 شخص عزيز علينا، اهل مكتبات ومطابع استشهدوا بهذا الانفجار اضافه الى لكنه ودع الدنيا في احلى مكان عاش فيه. طبعا هو يعني هذا موطنه، يعني هو اخذ المهنه عن والده. يعني هو والده كان يبيع جرايد بالناصريه، وبعدين هو كان ايضا يبيع جرايد بالناصريه، بعدين اجى لبغداد يشتغل بمكتبه بشارع الرشيد قديما، وبعدين بالبدايه بالثمانينات اجى للمتنبي وفتح المكتبه، وهاي المكتبه يعني فتحها على ايده وبدا يكونها. وانا من انا صغير، يعني انا بالاول ابتدائي ثاني ابتدائي كان اجي على المكتبه، يعني هاي صارت الشغله متوارثه. لذلك هو يعني اعتقد هو من استشهد وهو مرتاح، لانه هو بمكانه. يعني اكيد تم اعاده وترميم البناء بفن معماري جميل بغدادي، ولكن الشهداء رحمهم الله تركوا اثر وندوب لدى ذويهم لن يزول ولن يرمم بكل تاكيد. وهنا دعنا نتحدث عن هذا الشارع. اللافت في هذا الشارع بأنه أصبح وجهة للمثقفين العرب القراء من كل مكان، يعني بكل تأكيد هناك سر في هذا المكان، لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب. بعد انفجار شارع المتنبي خلى العالم كله يعرف شنو هذا الشارع. نعم. لذلك الأمم المتحدة اعتبروا أنه هو واحد من ضمن أفضل 5 شوارع ثقافية بالعالم. لذلك صارت عليه يعني بعد الانفجار صارت حملات عربية وعالمية. يعني اكو شاعر امريكي اسمه بوبلوس سوى حمله بامريكا ضد بوش، طبعا لانه اعتبر انه بوش هو كان السبب مجيء الامريكان ومجيء تنظيم القاعده، وهذا لذلك كان هو سبب رئيسي بتفجير هذا الشارع. لذلك صارت حمله من 150 شاعر اوروبي وامريكي، وسووا حملات من اجل اعاده شارع المتنبي. لذلك بعد التفجير العالم كله عرف شنو معنى الشارع. فلذلك احنا يعني هذا شارع المتنبي مو مكان للماره ولا شارع كحال الشوارع. صحيح. هذا بذاكره العراقيين اجمع. صحيح.